بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده ان شاء الله ننقل لحضراتكم مباراه كره السله رجال الاهلي ومصر البترول. المباراه تاتي في اطار بطوله القاهره لكره السله. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بعد الساعه السادسه، يعني بعد حوالي ساعه من الان. المباراه هي الظهور الاول للفريق كره السله بعد طبعا النيو لوك الجديد والصفقات الجديده، بدايه من الجهاز الفني للاعبين. كان مهم جدا تكون قناة النادي الأهلي معاهم النهاردة عشان نتابع الفريق عن قرب ونتابع أهم الاستعدادات طبعا في كل البطولات القادمة. قبل ما نتكلم عن المباراة فنيا وتحليليا لازم أرحب بضيوفي المنورين في استوديو، الكابتن محمد السلعاوي نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وهداف دورة لوس أنجلوس الأولمبية. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا كابتن هيثم، منور قناة النادي الأهلي. الله يخليك. وحشتنا يا كابتن بقى، يلا بقى. إن شاء الله شرف لينا إن احنا موجودين في قناتنا، وربنا يجعلها ان شاء الله موسم سعيد بالنسبه للنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. معانا طبعا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي الكابتن طاهر رجب. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا يا كابتن هيثم، منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، ده انتوا منورين اهو. بنشكركم على التغطيه الشامله دي لكل نشاطات الالعاب الصالات يعني كمان عموما. لحضرتك اللي منورنا يا كابتن، حضرتك قيمه وقامه كبيره، شرف اي مكان يا كابتن. الله يخليك. الله يخليك كابتن. ضرب ابتدي مع حضرتك مباراه النهارده، يعني مباراه بدايه الموسم خالص، يعني اول مباراه لفريق كره السله. حصل تغييرات طبعا بعد انتهاء الموسم اللي فات، يعني كلمنا عن وضع الفريق الحالي. هو دلوقتي التغييرات طبعا جوهريه بعد المدير الفني الجديد، طبعا متوقع ان هو يحصل طفرة وتغيير تام في الشكل والمضمون والاستراتيجية والحاجات دي كلها، على أساس إن المدرب اللي جه حاليا مدرب كويس، يعني مدرب مشهود له بالكفاءة وإحنا شفناه بعينينا. وطبعا ده الموسم ده عاوزين إن شاء الله بإذن الله يعني يعوضونا. والموضوع كمان داخل في ان في بطوله عربيه يوم 29 اخر الشهر، اخر الشهر، فالنادي الاهلي هيشترك فيها. هي دي برضك هتبقى الاختبار الحقيقي او الترمومتر الحقيقي لما سيحدث يعني ان شاء الله. صحيح يا كابتن، صحيح. واحنا بنتمنى لهم يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. ما احنا في التفاصيل بقى، اللعيبه والصفقات والكلام ده، بس عايزين نسمع برضه راي كابتن سلعاوي. شايف الفرقه ازاي النهارده؟ شايف زي ما قلنا نيو لوك الجديد للفرقه ازاي؟ انا شايف ان كنادي اهلي ومجلس ادارته ما قصرش في حته من هو اصلح ليه، كل ما يلاقوا حاجه يعني صالحه او هتخلي الشكل العام جيد بالنسبه للعب للصالات جيد فبيتم الاستعانه بيه. جبنا مدرب كويس مشهود له بالكفاءه طبعا، عمل الانجازات خلال الموسم الماضي. هو مش جديد على يعني الدوري المصري، اعتقد بقى له سنه دلوقتي، فعارف معظم اللعيبه. اقدر اقول ان هو قدر يعني هيغير شكل الفرقه، قدر النادي برضو يجيب احسن ناس موجوده في بالنسبه للموجودين او متاحين يعني، زائد الزائد بعناصر من الشباب من 20 و18، لان زي ما قلت حضرتك انا وكابتن طاهر من في لجنه انتقاء المواهب وكده، ففي ناس عندنا خامات مبشره جدا جدا بالخير. وبصفه عامه احنا ابطال في المراحل السنيه دي، فلازم الناس دي تستعين بيها ونتمنى لهم التوفيق. ونتمنى ان النادي الاهلي يعني يبقى على الخريطه بقى بتاعت كره السله عربيا وافريقيا ان شاء الله، واحنا قادرين بده ان شاء الله. طب خلينا اتكلم يا كابتن عن طبعا يعني المباراه. اكيد كابتن اوجستي عنده فكر يعني يحترم، انه داخل كل بطوله جايه له هيخشها، يعني دخل بطوله القاهره، عنده بطوله عربيه زي ما كابتن طاهر قال من لحظات، انه داخل بطوله القاهره بطوله العربيه 29/9 اللي هتقام في اسكندريه على صاله الشرطي، وفي اكتر من 12-13 فريق قوي جامد وجايين بمحترفين واجانب كتير. يعني شايف الفكر بتاع كابتن اوجستي انه يشارك في كل البطولات ده، يعني فكر جديد ولا ده اللي المفروض يحصل؟ يعني شايف ده ازاي؟ والله انا شايف انه فكر طبعا جديد، بس هو المشكله ان لعيبه المنتخب لسه ما اتمرنوش مع الفرقه، او لعيبه المنتخب لسه ما يعني ما دخلوش مع الفرقه في النظام اللي هو عامله او السيستم. مين منتخب يا كابتن برضه نفكر الناس الساده المشاهدين؟ انت عندك ايهاب امين، عندك عمر طارق، عندك عمرو الجندي، ايوه، عندك عزب، عمر عزب اللي انضم حديثا للنادي الاهلي،
دول قدر رباعي المنتخب. وكان معاهم تقريبا سمحان برضو الصفقه اللي جت السنه دي، بس اعتقد ان هو استبعد في اللحظات الاخيره. طب كابتن طاهر، يعني شايف وحضرتك كنت رئيس قطاع الناشئين ومن انجح رؤساء قطاع الناشئين اللي مروا على النادي الاهلي الحقيقه، يعني قعدت سنوات طويله محتكر البطولات كقطاع ناشئين، شايف الناشئين ولادك اللي حضرتك دلوقتي هم بقى خلاص ما بقوش ولادك، يعني بقوا كبار شباب يعني، بس برضه ستيل ولادك، شايفهم هل هيكونوا اضافه السنه دي لفريق الدرجه الاولى، ومين اللي ممكن يستعين بيه مستر اجوستي السنه دي؟ هو طبعا واضح ان في دلوقتي مصعد حوالي 6 في الماتش ده، يعني في 6 ناشئين موجودين في القايمه النهارده مستعرضه مع ما زالوا تحت السن لغايه دلوقتي. فالناس دي غير في ناس تانية كمان، بس ايه ما يعني لسه ما كانوا طالعين من اصابه طالعين بتاع ده، فما قدرش يستعين بيهم، وممكن يستعين بيهم بعد كده لاحقا، خاصه ان هم لسه برضك مسجلين في فرقهم زي 20 سنه و 18 سنه. نعم. فالنهارده واضح في الماتش بتاع النهارده ان في حوالي 6، في تقريبا 2-3 من 18 و3 من 20 سنه. طبعا ده يعني عدد كبير، يعني يعتبر الشباب بيلعب ستة فيه. ستة دي وبتاع. وبعدين الجديد في الموضوع ان هم 6 فاعلين، يعني ايه هيلعبوا هيشتركوا صحيح. لان هم اشتركوا السنه اللي فاتت على استحياء في 2-3، انما دلوقتي انا شايف ان هم هيبقى ليهم دور كبير جدا في الموسم الجاي ده، هو لانك وده الطبيعي بتاعنا يا كابتن. يعني احنا شفنا الاتحاد الاسكندري بيستعين بمجموعه من الشباب، شفنا نفس الكلام سبورتنج عمل فرقه محترمه جدا، والزمالك برضه نفس الكلام استعان بيه. فبتهيألي خلاص الموضوع دلوقتي ما بقاش هي بقت قوه، يعني هو الراجل ده هو اوريستي غالبا يعني تملي باستمرار، حاطط سبوت على الناشئين ومركز معاهم جدا، لان هو بيعتبر ان دول اللي بيبقوا البديل للناس الاساسيين حتى لو لفترات صغيره، بس بيشيلوا لازم يشيل، ما يبقاش نازل خايف، لازم يبقى شايل بالظبط. فهو يبقى مؤثر. هو بدايتها دلوقتي عشان يديهم ثقه. هو طبعا ماتش مصر بترول فرصه كويسه قوي ان هو ينزل ناشئين دي ويعتمد عليهم، ده شيء. الشيء الثاني ان انت عندك ماراثون، عندك دوري لو هو زي السنه اللي فاتت كده هو طويل جدا. بس يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا بنتكلم للمصلحه كابتن سلعاوي، احنا مش هدفنا اي شيء، بس دوري طويل ده احنا لقينا اللي بيدفع ثمن المنتخب. يعني معلش يا كابتن بكل امانه، لما اعمل دوري 10 شهور في السنه بخلص اللعيبه ما بتلحقش تريح، ما بلحقش اعمل اعداد لاي بطوله منتخبات كويس، عندي اصابات، شفنا انس اتصاب، شفنا هيثم في الاتحاد الاسكندري اتصاب، اكيد 10 شهور كتير قوي دوري يا كابتن. زي دوري الكوره، دوري الكوره كان طويل جدا. المنتخب عامل ايه؟ والمنتخب دلوقتي زي ما انت شايف كده هو ما بيتجمعوش بفترات كافيه، ما بيعملوش ماتشات وديه كفايه صحيح. وبرضك في الباسكت نفس الشيء، وحصل ان هو في البطوله الافريقيه برضك حصل دروب كبير صحيح. جدا انما انا بتكلم على اساس ان امر واقع صحيح. خلاص هنعمل ايه؟ امر واقع. فانت الامر واقع ده محتاج بنش صح. محتاج ناس، وبالذات لما يبقوا صغيرين صحيح. او يبقوا ناشئين، وطبعا هذا الحمل طبعا حمل كبير جدا، تدي وقود للفرقه بشكل كبير جدا. واللي موجودين من الكبار البقاء للاصلح صحيح، ما فيهاش دي، البقاء للاصلح. هي زي ما انت ما كنت، انت راجل لعيب على مستوى عالي وكنت كابتن منتخب مصر وكده، اللي كان فيه صغير وفيه كبير، والبقاء للاصلح في اي، لكن كان طبعا الفرصه كويسه ليهم. وهو برضو الفرصه دي كانت من ايام برضو اشرف كان بيدي شويه. اشرف طبعا يعني مدرب كبير، وكان بيدي فرصه برضو للناس وبيلعبوا وهم طبعا طلع مجموعه دي صحيح. محمود وليد لعب، عمرو زهران لعب، عبد الله ناصر لعب مع كابتن اشرف توفيق، والحقيقه يعني الراجل يعني عمل يعني شغل يشكر عليه، يذكر ليه. وبعدين برضو راجل من الناس اللي ساهمت، هو طارق خيري من الناس اللي ساهموا طبعا في بناء الفرقه دي، في بناء الفرقه. طب خلينا يا كابتن اتكلم حضرتك يعني في حته مهمه جدا، هل يعني حضرتك شايف ان الفريق مثلا فرقتنا النهارده بحاجه لاكتساب خبرات؟ يعني انا بتكلم دلوقتي احنا عندنا شباب، خلينا نتكلم بامانه ان انت بالشباب بس مش هتكسب،
طبعًا. يعني يعني طبعًا. حضرتك عارف استاذنا في القصه دي، هل احنا محتاجين خبرات ولا الخبرات اوريدي موجوده في الفرقه يا كابتن؟ لا هي الخبرات موجوده، الخبرات متمثله في الجمال وجرحي والولد مهيب وعمر الجندي وسيف طارق دلوقتي ما شاء الله بقى سمير. خبره انا لسه كنت جاي لحضرتك فوسيف سمير. فانا الاعتقاد الشخصي ان في خبرات عندنا ومع في شباب صاعد كويس. المباريات دي عباره عن تجربه برضو للناس دي، هيشوف مدى انسجام دولت. طب يا كابتن في محترف النهارده امريكي معانا ولا؟ اعتقد وصل بس مش هيلعب. مش هيلعب ما اعتقدش هيلعب. طبعا ما لحقش تاني، ما لحقش طبعا. وصل وصل اعتقد امبارح الحد. يعني وصل امبارح، ما اعتقدش هيلعب. ممكن النهارده يعني مراسلنا في الملعب لو لقوه يبلغونا يعني. بس هو ما اعتقدش، هو اعتقد انه جاب بوينت جارد على مستوى عالي يعني. طب يا كابتن شايف يعني المدربين، معرفش راي حضراتكم ايه، شايف المدربين اغلب مدربين الدوري او مديرين فنيين في الدوري اجانب؟ اجانب ظاهره مش انت شايف الظاهره دي ازاي؟ يعني معلش خلينا ندرسها، هل دي حاجه يعني اول مره تحصل؟ خلينا نتكلم يا كابتن. يعني ثلاثه من اربعه اكبر اربع فرق معروفه، الاتحاد، اهلي، زمالك، جزيره، صح مش كده؟ مش هم دول بالظبط؟ الاتحاد في اسكندريه، اهلي، زمالك، جزيره في القاهره. الاربعه ثلاثه منهم اجانب. اجانب شايف الظاهره دي ازاي؟ اثنين اسبان واحد يوناني. يعني يوناني طبعا مدرب الزمالك واسباني الجزيره طب قول مثلا مستر اجوستي بقى له سنه في مصر، وزي ما حضرتك قلت وكابتن طاهر يعني مشكورا قال انه خلاص فهم الدنيا بقى واحد منا خلاص. طب الظاهره دي تسميها بايه يا كابتن؟ يعني هل دي تقليد موضه ولا موضة شايف طبعًا. لا بس هقول لحضرتك، في ناس بتقول ظاهره خطيره. لا في ناس بتقول ان بقى ندره المدربين كويسين. اتفضل يا كابتن. لا انا شايف ان ظاهره برضو يعني ظاهره خطيره بالنسبه للمدربين المصريين. اذا كنت انا جايب الناس دي وهحط معاها كوادر، انا في كسياستي في الاربع انديه ان انا احط كوادر، الكوادر دي اتعلم فيها في خلال مده قصيره، اوكي هيعملوا محاضرات تثقيفيه، ندوات للمدربين القطاع. طب يا كابتن ما هو النادي الاهلي عامل كده، حاطط اتنين شباب مع الراجل. ايوه انا بقول لك اذا يعني بقول لحضرتك لو هتعمل كده ماشي ماشي اوكي ماشي. لكن لكن لو انت سبتها على انت جاي تستفيد يعني جاي تكسب بطوله وتمشي ما تعملش كوادر يبقى مش هتستفيد. بس يا كابتن طاهر برضو انا ما زلت عندي برضو حته انه البقاء للافضل. انا لو ما عنديش مدير فني قوي مصري، هو اللي كنت عاوز اقوله ان في الحته دي بالذات ان ده دلوقتي المساله احتراف. صح يا كابتن. اللي تكسبه العبه عيني عليك. انا شفت السنه اللي فاتت، ما اسال مجرب ولا تسال طبيب على الاقل المثل. اسال مجرب يعني ايه؟ يعني السنه اللي فاتت لما شفنا اوجستي بهذا المستوى وفرق مع وقدر وقدر يقدر خد بطوله افريقيا وكان ليه بصمه جامده جدا في الدوري. رغم ان هو كان دوري مع فرقه جامده صعب ومدرب قوي برضك ومدرب مصري قوي. فالمساله ان ده احتراف تكسبه العبه، اللي تكسبه العبه. فانت بقى مدرب اجنبي طالما هو احسن من مصري فانا طب في ظاهره ثانيه يا كابتن بقى عايز اخد راي حضرتك فيها. خلاص المدربين وانا تفهمت وجهه نظر حضرتك. طيب بالنسبه ان اغلب الفرق جايبه المحترف في مركز صانع اللعب، دي في منتهى الخطوره. عارف ليه يا كابتن؟ انت عامل زي كره القدم، فاكر لما كان بيل انطوان الجون موجود ومش عارف مين ومين ما كانش عندك جون كويس بالظبط. لما قلت ما فيش احتراف للجول كيبر بدا يظهر عندك الحضري وكابتن شوبير وبدا يظهر ناس كتيره جدا. فانت جاي لك في مقتل صانع الالعاب هو 50 60% من قوه الفرقه. فانت دلوقتي كل الفرق بتجيب بوينت جارد اجنبي او بوينت جارد امريكي. طب ده ما عندناش لعيبه ولا برضه بمبدا اللي تكسبه لعبه؟ لا هو برضك عن تجربه برضك ان انت معظم الفرق اللي يعني كان ليها نتائج كويسه الفترات الاخيره هو بيعتمد على البوينت جارد. محترفه كان في المركز ده. لان البوينت جارد ده يعني اللي انا ليا نظره فيه معينه ان هو بيبقى مولود موهوب. صح. شخصيه سايد فيجن مثلا، الرؤية، ذكاء، رؤية جانبية، ذكاء كمان. فطبعا قيادة طبعا كأز ليدر دي مهمة جدا، مهمة القيادة. ما هو هي دي تيجي تندرج تحت الشخصية. صحيح.
فانا لما يكون عندي بهذا الشكل مثلا ان اللعيب المحترف بلاي ميكر او صانع العاب يبقى هو ده اللي بيكسب. يعني كان ستوجلين كان ده في السنه اللي قبل اللي فاتت مع الزمالك، السنه اللي فاتت برضه كان السنه اللي فاتت حتى الاتحاد كان معاهم البوينت جارد اللي كان موجود السنه اللي فاتت قبل لا لا اللي فات ده كان بيلعب 1-2 بيلعب 1-2 فكان مؤثر برضه مع الاتحاد السكندري. يعني مش فاكر برضه كان اللي يعني اغلب الفرق كلها جايبه بوينت جارد يعني بوينت جارد بتاع سموحه وبعد كده راح الجزيره صح كله هتلاقيه في البوينت جارد. بس ده طبعا على حساب زي ما قلنا كده كل الحاجات دي زي ما قلت حضرتك بتندرج بتبقى ليها اثر الى حد ما سلبي في منتخب مصر لان البلي ميكر ده زي ما قلنا ان هو المفروض ان هو بيبقى موهوب بس برضك بيثقل بالخبره ان هو ما لعبش مش هيبقى كويس يعني في القياده في السيطره وفي الحاجات دي بتبقى محتاجه لعب وخبرات كبيره. فانت بتيجي في الاخر ما تلاقيش بالميكرات في المنتخب يعني طب كابتن سلاوي برضه عايز اسمع راي حضرتك. انا يعني انا تأيد كلام الكابتن طاهر بس اللي انا عايز اضيف حاجه بسيطه صغيره ان احنا جربنا الطوال وجربنا بالميكرات اثبتت أليكس يونج يعني بس والله كان كويس أليكس يونج لا ما اقصدش ما اتكلمش على أليكس يعتبر برضو من المتوسطين يعني مش طوال قوي انا عاوز اقول لحضرتك قبل كده جبنا توت ايوه في النادي الاهلي أيوة. وفي فرق جابت الطوال ليهم يعني بس عشان انت بتجيب يا كابتن طوال بمبالغ برضو مش الطوال اللي اعرفه بره الشاسيه 40,000 دولار وطوال انت مش معايا انت بتروح تجيب مثلا طويل على قد امكانياتك بخمسه سته مش هيبقى موجود او ب 10,000 دولار في الشهر مش الكلام ده مش موجود دلوقتي فانت بس ممكن تجيب بوينت جارد كويس ب 10 بوينت جارد بالنسبه يعني اثبت نجاحه في مصر من خلال الانديه الاربعه اللي احنا ذكرناها صحيح يا واخد بالك ازاي اثبت وفيده الكوره على طول وهو اللي وخاصه اذا عرف يلاعب الفرقه واذا جاب سكور كمان لا ما هو هيجيب سكور بس في يجيب سكور ويلعب فرقته يعني الفرق بين هودجي ومثلا ستوبلين كان في زمان ده بيلعب وده بيلعب فرقته وبيجيب برضه سكور كره في ايده بس بيلعب فرقته بيلعب فرقته فلكن حته الطوال دي هي في ندره في البوزيشن ده في مصر بالظبط هو ده في العالم كله مش في مصر يعني الطويل دلوقتي بقى زي عمله نادره في الباسكت فانت بتدور بملقاط ولذلك لما بيمشي من هنا بيروح بيلاقي نادي واثنين وثلاثه واربعه بالظبط عكس المراكز الثانيه لان المركز ده كنا احنا لسه بنتكلم مع كابتن طاهر المركز ده قليل جدا بس كده يا كابتن احنا بنعاني في مصر من مركز صانع العاب يعني لما ما الاقيش اثنين ثلاثه صناع العاب بمستوى الاجانب فبتضطر تحول يعني انت برضو في النادي الاهلي كنت محول بحيري برافو عليك والبحيري اصلا ما كانش ده مركزه ما كانش بوينت والبحيري لما راح الاتحاد دلوقتي مش راح واعتقد برضو ان برضه لما يروح الاتحاد مش هيلعب بوينت جارد لا ما كابتن مرعي جايبه مش بوينت جارد يعني جايبه مكان الصباغ تقريبا هو في الناشئين كان بيلعب اربعه يعني هو لعب كان بيلعب اربعه احنا ظلمناه لما لعبناه واحد معانا بس كنا مضطرين يا كابتن ما كانش في حد كان المحترف اللي جبناه اتصاب بس ما انا بقول لحضرتك بس يا كابتن انا بقول ان كل ده في الاخر هيسمع على منتخب مصر كل ده شك. هيبقى ليه امباكت مش كويس في منتخب مصر انت هيبقى عندك ما فيش صانع لعب يعني احنا اكلم بامانه مع احترامنا لكل صناع اللعب الدوليين بتكلم على الدوليين من بعد وائل بدر ما بطل اللي هو مدير فني دلوقتي ايه ما جاش يعني طبعا كلهم كويسين لا وكلهم على مستوى هايل ويستطيعوا يكونوا قد وائل بدر ما خدوش الخبرات بتاعت وائل بدر بس من ساعه وائل بدر ما بطل احنا مش شايفين المكان ده ما فيش بوينت جارد تقول لا ده هيتحط وعليه العشره في المنتخب صح. لا وهو كانت كمان حضرتك بتجيب لعيب بلاي ميكر على اساس ان هو بيعمل حاجات كتير مش خاصه بان هو يجيب سكور لا ده بتاع بيطلع معاك من البريس بيشغل اللي حواليه صحيح يعني انا شايف هو يجيب سكور فطبعا كل الحاجات دي لما تتوفر في واحد بيلم لك ازمه كبيره او بيحل لك ازمه بيحل لك ازمه صحيح. كبيره وبيغطي حاجات كتيره ساعات بتبقى فيها صحيح. وبعدين انا طب هستاذنك يا كابتن انا اخد حط ايده على التشكيل لا حط ايده على يعني النادي الاهلي عايز ايه
طبعا طبعا، ما هو يعني حط ايده على بقاله سنه سنه ونص عايز في ايه وراح جاب أكيد المركز. طب خلينا نكمل كلامنا يا كابتن، بس عايزكم نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه كره السله اللي هنقلها لحضراتكم النهارده، الاهلي ومصر البترول، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكركم تاني ان شاء الله بعد نص ساعه تقريبا حوالي الساعه 6 ان شاء الله هنقل لحضراتكم مباراه كره السله ما بين النادي الاهلي ومصر البترول. المباراه تاتي في اطار بطوله القاهره لكره السله، دي البطوله الافتتاحيه اللي بتتعمل دائما ابدا في بدايه الموسم، وده اول ظهور لفريق كره السله، وكنا حريصين قناه النادي الاهلي ان احنا ننقل لحضراتكم الشكل الجديد للفريق بعد التدعيم بالصفقات وايضا الجهاز الفني الجديد بقياده مستر اجوستي بوش الاسباني. والنهارده هنشوف طبعا غياب بعض اللعيبه من المنتخب، لان طبعا رجعوا اكيد عندهم راحه، نعرف الكلام ده كله من مراسلنا هيبقى في ملعب شريف شعبان وهنا ابو القاسم، اكيد هيقولوا لنا الاخبار ايه حالا. طب كابتن، يعني لو نحب نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني في شكله الجديد بعد طبعا التعاقد مع مستر اجوستي بوش، اتفضل يا كابتن مساء. الجهاز الفني للنادي الاهلي الاسباني اجوست بوش مدير فني، معاه احمد الجرحي ورام الدياستي، طارق الغنام، وليد الخراط اداري، محمد علي مخطط احمال، هيثم اخصائي علاج طبيعي، الدكتور محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي مساج وتدليك، وحامد الكاس مهمات. يعني يا كابتن الجهاز الفني ما اختلفش كثيرا عن الجهاز الفني اللي كان مع كابتن اشرف توفيق، يمكن الدكتور هو اللي اتغير. الدكتور ورامي الدياستي ضاف للجهاز. رامي الدياستي ده لاعب نادي الاهلي السابق واخو شريف الدياستي، واعتقد ان احمد الجرحي كان ثالث بقى ثاني، يعني كان احمد الجرحي كان الرجل الثالث، دلوقتي بقى الرجل الثاني في الجهاز الفني. بس محمد علي مخطط الاحمال هو اتغير. اتغير يا كابتن صح؟ ده اتغير. يعني تغيير اضافه ثلاث اسامي، الطبيب رامي الدياستي، رامي الدياستي كمدرب، ومحمد علي كمخطط احمال، والدكتور محمد جاد. يعني دول الاختلاف، وطبعا مستر اجوستي هو على راس الجهاز، هو ده الاختلاف في الاربع مراكز دول. طب كابتن، يعني طاهر، يمكن في غيابات، هل في غيابات للاصابات، في غيابات للراحه، يعني عند حضرتك معلومه من الحاجات دي يا كابتن طاهر؟ هو طبعا في احمد حمدي مصاب، بيلعب في مركز أربعة، ومود الجرحي طبعا بلاي ميكر، وهيرجع خلال أربعة أيام حسب، وأحمد حمدي برضك يعني قدامه حوالي 10 أيام عشان يرجع. إيهاب أمين طبعا بتوع المنتخب، إيهاب أمين وعمر عزب وعمرو الجندي وعمر طارق. عمرو عزب طبعا اللي هو منتقل حديثا نادي سموحة، أحد الصفقات الجديدة. وبيلعب في مركز البلي ميكر. وعبد الله ناصر أعتقد برضك مش محطوط في السكور ده، وهو كان في 3-3 ممكن. واخد راحة. واخد راحة مع الناس دي. تمام، بس هو أنا حضرت تمرين أول إمبارح يا كابتن، وكنت لقيت أحمد حمدي بيشارك على فترات كده. أنا حاسه مش جاهز قوي. مش جاهز. وشفت عبد الله ناصر بيلعب يشارك، بس برضه يعني بس لا، عبد الله كان جاهز يعني، فمش عارف النهارده هنتاكد برضو هل عبد الله ناصر هيشارك ولا لا. بره هو تقريبا بره القايمه. ممكن يكون عبد الله، بس مؤمن بيلعب، يعني قلت قبل راجع لسه جاي من كاس العالم، فممكن يكون واخد راحه برضو. هنعرف. بس اعتقد ان هم بيتمرنوا النهارده الملعب. الدنيا ايه ان شاء الله. طب لكن ما فيش الا احمد حمدي اعتقد، ومود الجرح هم اللي مصابين يعني. طب يا كابتن، ما تستعرض معانا القايمه النهارده ان شاء الله اللي معانا من لعيبه النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن سلام. ابراهيم علاء زهران، وده ناشئ تحت 18 سنه اللي هو بيبو. عبد الرحمن حسام اللي هو ده 20 سنه يعني، واول بودي. بس ده طلع خلاص درجه اولى يا كابتن، كان 20 سنه. لا طلع درجه اولى. ابراهيم الجمال كابتن الفرقه ومن لعيبه المخضرمين، ومن انا في رايي ان هو من احسن الاجنحه في مصر. احمد مهيب الصفقه اللي كانت من سبورتنج السنه اللي فاتت، لعيب كويس برضو. مؤمن طارق خيري كان معانا امبارح، ضفنا في مؤمن لعيب كويس، وقدر يثبت في 3-3 في كاس العالم، عملوا ماتشات ولا اروع من كده. وعمرو علاء زهران اخو ابراهيم، محمد ابو النصر من المقاتلين اللي موجودين في فرقه النادي الاهلي. صحيح. ويوسف حامد
مالك ابو فتوح، مروان سرحان، سيف صلاح، سيف سمير. مروان سرحان من الصفقات الجديده برضه. جديده برضه. يعني سيف صلاح كان برضه عندنا. بس يا كابتن اتفرجت على سيف صلاح؟ لا كويس. انا كويس سيف، يعني ما شاء الله طويل بينط. منتقل من طنطا من سنتين. يعني انا بامانه يا كابتن، انا مستغرب ازاي مشي، يعني ازاي راح طنطا وازاي رجع لنا. يعني هو راح اعاره. هو راح اعاره. هو من طنطا اصلا. هو من طنطا اصلا. لا قصدي هو كان بيلعب معانا في ناشئين صح؟ وبعد كده راح اعاره سنه او سنتين في بلجيكا وسجلت في الورد تقريبا. لا راح الطيران. راح الطيران ورجع. اصلا انا شايفه ان هو كويس قوي. انا شفت التمرين امبارح كويس قوي. امكانياته برضك كويسه. اساسا ان هو برضك طوله تقريبا مترين 6 مترين 7. طول سيف سمير. نفس الشيء. يعني بتكلم مع شويه خبرات. اعتقد ان كمان سيف سمير السنه دي ان شاء الله انا متوقع له هيعمل موسم كويس. لا كان شكله حلو في التمرين اول امبارح. لا هو الولد مهتم. يعني بصراحه انا اول انا عشان كده بقول لك ان هو. طب كابتن خلينا برضو نستعرض الجهاز الفني لفريق مصر البترول طبعا المحترم اللي اكيد النهارده بيسعى انه يعمل مباراه جيده امام النادي الاهلي. هو طبعا فرقه من فرق اللي بيلعب في الدوري به. قصدي يعني في تحت الممتاز. بس فريق دايما بيشارك في القاهره. المدرب بتاعه مدرب ولد كويس جدا ومن وبقاله كتير ماسك الفرقه دي. يعني طارق باندم بقاله كتير ماسك الفرقه دي. ده المدير الفني. ومعاه ماجد محمد ومعاه احمد بوم. صحيح اسمه احمد بوم بقى. ده الجهاز الفني خليني برضه اقول لكم اكتر، يمكن عندنا تفاصيل شويه عن الجهاز. هو طبعا طارق باندا مدير فني، وماجد محمد مدرب عام، وخالد سمير احصائي. في خالد سمير احصائي وفي اسلام فاروق دكتور. يعني احنا برضو بنجيب الاسامي، معلش احنا عذرا يعني الاسامي بتجي لي اتباعا من ارض الملعب، بس طبعا حقهم علينا ان احنا لازم نقول طبعا اسامي الجهاز. والحقيقه دي فكر كويس من طارق. ده مدرب محترم بقاله كتير معاهم، وابن النادي مصر الطيران، يعني مصر البترول بقاله فتره كبيره معاهم. طيب كابتن طاهر يمكن برضه نستعرض قائمة السلة رجال مصر البترول. اتفضل يا كابتن. هو بس كنت عاوز اضيف حاجة طبعا. ان يوسف حامد وملك ابو الفتوح برضك من الناشئين تحت 20 سنة. ملك ابو الفتوح ويوسف حامد تحت 18 سنة. يوسف تحت 18 يعني تقريبا في 6 زي ما حضرتك قلت ناشئين او 5 ناشئين، وبودي هو اللي يعتبر ما بقاش ناشئ. درجة أولى. لا طلع درجة أولى. يعني 5 تقريبا في ناشئين. نعم. طب كابتن استعرض برضو قائمه يعني قائمه مصر البترول. عادل عصام وميشو حسن ويوسف صالح وزياد ايمن مشهور بزيزو ومحمد محمود ومالك سليمان عماد كريم. كريم عماد. كريم عماد. كريم عماد. وعبد الرحمن عمايم. بيبو شهير بيبو. شهير بيبو. محمد هشام. علاء عصام. احمد هشام. هرستان كالينيان. ده ارمانيا. ارمان وهو على فكره لعيب كويس جدا وكان عنده رباط قاطع في الاكيلس، ويمكن النهارده يمكن اول عوده ليه بعد قطع في الاكيلس. اتفضل يا كابتن. عمرو عماد ومصطفى عمرو. دي لقطات حيه يا كباتن من ارض الملعب الساده المشاهدين لتعامليه احماء الفريق. يا ريت تسيبوها لنا شويه يا جماعه برضو عشان نبقى عارفين اكتر مين اللي بيشارك، ونقول لكم يعني يمكن لو خدناهم كده من هناك. لا لما الشاشه تقرب اكتر اكيد انا عارف. يمكن مؤمن ترى خير اللي هناك، انا عرفته من جريته. وراه مالك موجود. سيف صلاح، الجمال، ابو النصر، علاء زهران، وبيبو اخوه، ووليد. في محمود وليد. يمكن محمود وليد. محمود وليد موجود في اللي بس مش مكتوب. في سرحان موجود. مش مشكله يعني محمود وليد موجود. سرحان موجود. يعني هم ال 12 هم عندهم كده كابتن 2 4 6 8 10 12 هم دول هيلعبوا. دول 12 لعيب. والجمال موجود اهو كمان يا كابتن. نمرة 9 هو كابتن الفرقه. ويعني وسيف اهو كمان موجود. بيتهيألي يعني
يعني ظهور اول يعني طبعا بيغيب عنه لعيبه المنتخب والمحترف اكيد طبعا للاجهاد. اعتقد 100% هم مديهم راحه هو عشان لسه راجعين طبعاً. لسه طبعاً. راجعين اعتقد من يومين. لا عايزين راحه كتير يا كابتن. لا هم لسه راجعين من يومين. ما احنا خرجنا من الدور ال 12 ورجعوا يعني عشان الطيران. لا انا اسف محمود وليد مش موجود. مش موجود يا كابتن صح؟ ده مهيب. ده مهيب هو عمرو علاء زهران وبيبو وابراهيم علاء زهران هم اللي جنب بعض. ايوه اعتقد نمره 6 ده سمحان. ما سرحان اللي هناك خالص اللي هناك اللي هناك اللي هو التالت واحد بيسخن من ناحيه هناك. وبالتالي ده الشكل يعني العام يعني هو ده الفريق اللي هيلعب النهارده ويعني برضه يعني فريق برضه يعني المجموعه اللي موجوده لا مجموعه تقيله يعني حتى بالصغيرين لا مجموعه تقيله يعني يعني ماتش برضه جيد. وخلي بالك كابتن طاهر احنا عندنا بعد بكره على طول مباراه طلائع الجيش. ماتش جامد يعني ماتش مش يعني السنه اللي فاتت كان طلائع الجيش من الانديه اللي احرجت النادي الاهلي. خسرنا مباراه هناك وكانت سببت لنا في تعثر شديد في وسط الموسم. دي كانت يعني كان اول فريق يكسبنا في الدروب اللي حصل لنا. وعملت وراها سموحه وسبورتنج. ايوه كانت بره ملعب كانت في ملعب منشيه البكري وخسرنا يعني كان اول حاجه فالجيش بعد بكره بس انا برضو عايز احيي عايز احيي برضو كابتن مصر البترول بامانه يعني يعني برضه خلي بال حضرتك دخول يعني شركات مجال الرياضه بيدي زخم برضه يعني خلي بالك يا كابتن برضه بيدي زخم. لا مصر البترول نادي عريق من زمان يعني انا من اياميكو يا كابتن. انا كنت بقى ما كنت ماسك نادي القاهره وكده كنا على طول مصر البترول من الفرق المنافسه ولذلك المدرب بتاعهم بقول لك مدرب محترم وابن النادي وكده والشركه شركه مصر البترول برضه زي ما حضرتك بتقول بتدعم النادي ده كويس بيقدر يجيب لعيبه بيغير كل سنه بيبقى ليه فرص على طول في الفرص هو كان في الممتاز في الفتره اللي احنا كنا بنلعب فيها في الاول من احسن 8 انديه او ممكن توصل 6 انديه مصر البترول كان يعني كان فرقه جامده جدا يعني ما كابتن سلام بيقول لي احنا طول عمرنا كان في لعيبه جامده كمان فيها وكانوا منتخب مصر زي اسعد والملعب بتاعهم شناوي. ملعب معروف يعني ملعب فين ملعبه ما كابتن في حدائق القبه وما زال حتى الان في مكانه هو نفس سكه الويلي نفس الملعب انا فاكره من زمان ملعب نفس الملعب ملعب مكشوف ولا صاله؟ لا مكشوف ملعب مكشوف كان على فكره كتير ملعب صعب جدا يعني. كان ملعب صعب جدا وملعب يعني يعني الفرق حتى الفرق الكبيره لما كانت تروح تلعب بتبقى قلقانه ملعب يعني كان الكابتن حسنين عمران بيمرنه فتره طويله مسيب الخير وخليني اقول لك يعني دي بتبقى حاجات جميله يعني بامانه بتبقى حاجه يعني حلوه ان يبقى في يعني انديه عريقه وتبقى متبنيه اللعبه وما تتغيرش على مرار التاريخ والشركه برضك دي مهمه جدا ان يبقى في تمويل من شركه بتاع دي بتساهم برضك في الرياضه بيساعد اكيد خلينا نرجع لمباراه ثانيه يا كابتن يعني يمكن ده التسخين او لقطات حيه محمد علي هو ده اللي هو الاحمال الاحمال بيعمل التسخين محمد علي بيعمل التسخين بالنسبه للفرقه وهو كان معاهم السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت راح الجزيره طيب خلينا نروح طبعا لمراسلنا بارض الملعب شريف شعبان وهنا ابو القاسم نعرف الاخبار ايه والدنيا ايه اتفضل يا شريف تعتي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكبار الكابتن طاهر والكابتن محمد ولكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من صاله الامير عبد الله الفيصل طبعا مباراه النادي الاهلي مع مصر البترول في الدور التمهيدي لدوري منطقه القاهره برحب طبعا بزميلتي هنا بقول لك ازيك يا هنا ازيك يا شريف ان شاء الله النهارده يكون يوم حلو على كل الاهلاويه وفريق كره السله رجال طبعا كابتن هيثم اول يعني ظهور لاوجستي المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي يا رب باذن الله يكون التوفيق معاه من اول ظهور لي ونحتكر باذن الله ونفوز بكل البطولات كالعاده النادي الاهلي معودنا اي بطوله باذن الله بينافس عليها باذن الله وجادرين باذن الله على الفوز بكل البطولات بطوله هتفيد جدا طبعا النادي الاهلي في فتره اعداده طبعا هنا الاهلي عنده بطوله عربيه وعنده بعد كده بقى موسم قوي جدا بطوله دوري ومرتبط وكاس بطوله زي ديت بطوله منطقه القاهره ممكن تفيده في فتره اعداده وهت يعني نشوف فكر الراجل مع لاعبي النادي الاهلي والنادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي تتعود على فكر الراجل. عاوزين بقى نعرف يا كابتن هيثم الاهلي استعد ازاي مستر اوجستي استعد ازاي لهذه المواجهه الغيابات الصفقات الجديده اللي اعلن عنها النادي الاهلي هروح على طول طبعا لزميلتي متميزه جدا هنا تعرفي لنا كل الكواليس الاهلي استعد ازاي صفقاتنا غيابات النادي الاهلي لهذه المباراه.
مرحب بيك طبعا يا كابتن هيثم وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. واستكمالا لحديث زميلي شريف شعبان هكلمكم عن الاستعدادات لمباراه اليوم. طبعا مستر اوجستي كان تولى قياده رجال كره السله بالنادي الاهلي منذ حوالي 20 يوم، يعني خليني اقول لحضراتكم انه الفريق طبعا كان بيتمرن تمرينات كثيفه جدا، سواء تدريبات بدنيه في صاله الجيم او تدريبات فنيه في صاله النادي الاهلي، كل ده طبعا استعدادا للموسم الجديد زي ما الشريف قال، استعدادا لبطوله منطقه القاهره اللي تم طبعا بدأها اليوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وايضا لبطوله الانديه العربيه اللي هتبدا في نهايه هذا الشهر. كمان خلوني اكلمكم عن غيابات فريق النادي الاهلي النهارده، يعني هيكون الحقيقه هيشهد المباراه غياب رباعي اللي كان مشارك مع منتخب مصر، يعني اللاعب عمرو الجندي، اللاعب عمر طارق، اللاعب عمر عزب، واللاعب إيهاب أمين. كان طبعا قرر الجهاز الفني إعطائهم راحة سلبية حتى يوم 9/9 بعد طبعا عودتهم من معسكر منتخب مصر على أن يعودوا للتدريبات مرة أخرى يوم 9/9 زي ما قلت بصورة طبيعية جدا. كمان خلوني أكلمكم عن الصفقات الرسمية اللي تم إعلانها على طبعا من قبل إدارة النادي الأهلي، وهو الثنائي القادم من سموحة، اللاعب عمر عزب واللاعب مروان سرحان، واللي يمكن النهاردة المباراة هتشهد الظهور الاول للاعب مروان سرحان. يعني طبعا بنتمنى له كل التوفيق وبنتمنى لكل فريق كره السله اليوم التوفيق. كمان المباراه النهارده هتشهد مشاركه عديد من الناشئين من النادي الاهلي، طبعا برضو بنتمنى لهم التالق في مباراه اليوم، يعني ده على صعيد الاستعدادات ومباراه عن مباراه اليوم. كلمنا بقى يا شريف ايضا عن الاجواء داخل الصاله. طبعا زميلتي هنا الاجواء هنا في الصاله وكابتن هيثم ولضيوفك، يمكن كان في قبل هذه المباراه كان في تدريب الاول لفريق الهاندبول اللي بتمنى له يا رب التوفيق في مباراه السوبر القادمه امام فريق الزمالك، وباذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. الفريق كان بيتمرن قبل المباراه مباشره، طبعا الصاله يمكن ما فيش حوالي فيها 10 15 من لاعبي النادي الاهلي من مختلف اللعبات، يا رب باذن الله يكون اليوم موفق للنادي الاهلي. بطوله منطقه القاهره بيشارك فيها الاهلي طبعا وفريق القاهره وفريق الجيش ومصر البترول وفريق الاتصالات، يا رب باذن الله النهارده يكون يوم موفق واوجستي يظهر في اول ظهور ليه مع جماهير النادي الاهلي ونفوز باذن الله. باذن الله. كابتن هيثم دي كانت اجواءنا من صاله الامير عبد الله فيصل من النادي الاهلي، عود لك من جديد. فضل. شريف شعبان وهنا ابو القاسم بشكركم شكرا جزيلا، يمكن يعني لمتونا الدنيا كلها بشكل كبير، عرفنا الاجواء، عرفنا مين اللي هيشارك النهارده، شفنا طبعا مستر اوجستي بوش وهو بيجهز يعني البورد بتاعه قبل المباراه، ان شاء الله نبقى المباراه النهارده مباراه تعريفيه بس يمكن بشكل الفريق الجديد. خلينا نطلع على الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل تغطياتنا المستمره مباراه كره السله رجال الاهلي ومصر البترول، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، طبعا مكملين يعني تغطيتنا لمباراه كره السله الاهلي ومصر البترول، مباراه يعني يمكن مهمه في بدايه الموسم، بتبقى زي تعارف مع الفرقه اخبارها ايه، شكل الابديت لاست ابديت للفرقه، بس خلينا على هامش طبعا الماتش بعض الاخبار طبعا اللي تهم الساده المشاهدين وبالذات الاهلاويه. طبعا بيج رامي امبارح طبعا نجح انه يسافر للولايات المتحده الامريكيه عشان طبعا يستعد لبطوله المستر اولمبيا اللي هتتلعب يوم 7/10 القادم ان شاء الله، كل التوفيق ليه. هو دلوقتي في الولايات المتحده سافر امبارح، كل التوفيق، بيستعد بقوه للبطوله دي. وفي انجاز كبير حصل كمان في منتخب الوطن الستريت ورك اوت، تعرفين طبعا اللعبه دي لعبه منتشره حول العالم وشهدت ظهور قريب في مصر. البطوله دي كان في بطوله عالم معموله في روسيا وكان شارك فيها المنتخب الوطني، والحقيقه عملنا فيها انجاز كبير، فاز يمكن احمد جمال بالمركز الثاني في البطوله في فئه من سترينث، ودي طبعا كان انجاز كبير جدا ان احنا في مشاركه من اولى مشاركاتنا ان احنا ناخد هذا الانجاز. وما كانش ده الانجاز بس، لا كان في انجاز ثاني، اللاعب مازن احمد من المركز الرابع في فئه من فريستايل. فالحقيقه حاجه كويسه جدا، وطبعا الكلام ده كله يعني بيبقى برعايه وزاره الشباب والرياضه وفريق وسكواد، الحقيقه بيرعى هذه الابطال، فدائما ابدا بنجيب لكم الانفرادات في هنا في استوديو الابطال وبرنامج الابطال دائما ابدا مع حضراتكم. نرجع لماتشنا كابتن طاهر، يمكن الماتش النهارده اكيد اي لاعب ناشئ شايف المباراه ان دي مباراه مهمه جدا، يمكن ممكن تبقى مباراه فنيا طبعا مع كل الاحترام لفريق مصر البترول، النادي الاهلي هيكون فارق فيها ان شاء الله، ولكن الناشئ عايز يكسب ثقه مستر اوجستي عشان يلاقي له مكان في المباراه القادمه. تعتبر المباراه بالنسبه للناشئ مهمه جدا بالذات في بدايه الدوري عشان طبعا يرسخ اخضر، واحنا زي ما قلنا ان في خمسه
وفي بودي كمان يعتبر برضك بودي حساب او مشاركه ليه كان الفريق درجه اولى يعني. فطبعا كل دول هيحاولوا يثبتوا وجودهم بحيث يشترك بقى في الماتشات عموما الاقوى من كده. هو اللي يعني الماتش كمان هيبقى مش يعني ما بيمثلهمش كناشئين رهبه جامده يعني وبتاع. انما هيمثلهم اثبات وجود كسب الثقه. كسب الثقه شايف كده يا كابتن سراوي برضه تتفق معاه؟ طبعا هيمثل لهم مركز ثقه كبير جدا بالنسبه كل واحد هيحاول يثبت قدام بالرغم ان المباراه ممكن تبقى فنيا يعني فنياً. يعني مش مش يعني الدرجه العاليه المباراه متوسطه يعني متوسطه بس متفق مع كابتن طاهر ان بالنسبه للناشئ كل شيء. بس هو انا يعني احنا برضه بنحب نقول للناشئ ان في فرق بين السرعه والهوجه. ما تحاولش عشان تثبت نفسك من اول مره تعمل تبقى عايز تعمل كل حاجه. صحيح. لا ادي امتع نفسك امتع يعني العب انبسط. بثقه انبسط والعب بثقه والعب اللعب بتاعك العادي هتلاقي الامور كلها سهله بعد كده. دي لقطات يا كابتن من ارض الملعب يمكن مصر البترول الخبرات بتيجي من عن طريق الماتشات دي. نعم. لما اللعيب بيلعب في المرحله الاعلى منه بتجيله الخبرات دي. كلنا مرينا بالتجارب دي والخبرات جت عن طريق المباريات الاعلى سنه لان ده تعتبر بالنسبه للنادي الاهلي مباراه تحت المستوى تحت الوسط او في الوسط يعني. بس خليني اقول حاجه ملاحظه انا شايفها يمكن في المدرجات انا شايف فرق ناشئين صح يا كابتن؟ فرق ناشئين فرق صغيرين. فالحقيقه انا شايف دي من احد المكاسب المهمه جدا لهذه المباريات ان الناشئ بيشوف النجوم اللي هو بيشوفها في التلفزيون بيشوفها في ارض الملعب وبيشوف النادي ده لسه هتزيد بالظبط يا كابتن مهم جدا يعني استضافه البتاع دي برضك حركه الى حد ما ذكيه جدا بحيث ان الناس الناشئين دول هتلاقي هيجي دورهم فطبعا خبرات الرؤيه برضك دي يعني مثلا لما الاقي ولد وبالنسبه لاولادنا كمان لما تلعب على ارضك في اول تجربه ليك حلوه خليني اقول يا كابتن الناشئين بقى قاعدين في المدرجات دول لما يشوف مثلا بودي حسام اللي كان بيتمرن معاه من سنتين ثلاثه وشايفه في الملعب معاه دلوقتي بيلعب فرصه اديله فرصه وبتاع بيديله بيشجعه صحيح يعني الماتشات دي بدي احد المكاسب الهيدن اللي احنا مش شايفينها ان الناشئ بيبقى شايف اللي قبله او اللي سبقه بقى فين وبيبقى طبعا قدوه ليه بشكل هو كبير. في حته كمان كنت عاوز اقولها ان بالنسبه لبرضك للناشئين الماتش ده ممكن يعني مش مؤشر قوي صحيح قد ماتشات اقوى من كده للناشئ فهمت قصدك دلوقتي ممكن هيبقى المساله بالنسبه له اسهل كتير اسهل كتير انما لما تيجي زي ماتش زي الجيش بعد بكره ان شاء الله مثلا وطبعا يعني هتعتمد على جزء حتى من الناشئين دول نعم طبعا اكيد هيبان اكتر هيبان طبعا اكتر اذا كان ده يعتمد عليه ولا لا فهتبقى اختبار يعني اكثر صعوبه شويه. طب كابتن حضرتك حضرت تمرينه الكابتن مستر اوجوستي ما اتفرجتوش على تمرينه ليه او لا اتفرجنا ايه كانت ملاحظاتك ايه يا كابتن؟ يعني مثلا يعني انا حضرت اول امبارح حسيت ان هو بيهتم اكتر بالديفنس والترانزيشن هو مركز قوي في الديفنس تحول عشان الناس برضه تحول ترانزيشن ديفنس تحول الدفاعي من مرحله الهجوم لمرحله الدفاع والعكس يعني او الدفاع يعني انت من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع. انا لاحظت انه مدي دريلات كتيره جدا على ده لاحظت برضو حاجه كويسه ما اعرفش انتوا لاحظتوها لاحظته ما بيزعقش اللعيب لا ما بيرهبش ما بيرهبش اللعيب يعني هو ما بيزعلوش بالعكس اللعيب بيغلط ما بياخدش بيعمل نفسه مش واخد باله من الغلط يعني ويوجهه بس بعديها بشويه يعني على اساس ان يعني ما هي مدارس يا كابتن هيثم هي مدارس المدرب أو الكوتش هي مدارس مختلفة، في مدرب على طول في ساعتها وفي مدرب يتنرفز، وفي مدرب يطرد اللعيب وفي مدرب يعمل نفسه مش واخد باله، لما تيجي الفرصة هيروح مصلح له خطأين أو خطأ اللي هو وقع فيه، فهي العملية عملية إن في مدارس صحيح مدارس. بس بتهيألي مالهاش دعوة بالدول يعني هي بتبقى شخصيات أكتر لا شخصية يعني هي مدارس شخصية يعني أنا أقول لك إيه مدارس شخصية أنا هو شخصيته إنه يحب يوجه في الوقت المناسب اللي يرفع من معنويات الولد صحيح زائد انه بيصلح له الخطا صحيح وهي احنا هنتكلم بقى على اساس ان احنا قلنا في اول الكلام ان هو بان السنه اللي فاتت مع الزمالك انه اعتمد على الناشئين
صح. فهو طبعا بيعتمد على الناشئين. ليه؟ لان حاجه زي الكونتر اتاك محتاجه جري. طب يا كابتن، هو لما اعتمد على، يعني مش عايز اتكلم عن تجربته كتير، بس هو لما اي مدرب يعتمد على الناشئين بيبقى عنده حاجه من اتنين، يا مقتنع بالناشئ ده يا اما ما عندوش لعيبه، ما عندوش، فاضطر يلعب مع الناشئين. ده بالنسبه للسنه اللي فاتت كان لازم يعتمد على الناشئين. طيب هل لما انا بقى الاقي لعيبه بخبرات وعندها الجري والثقه دي برضه هبص للناشئ؟ يعني انا لقيت لعيب عنده 25 26 يعني قصدك لما يرجعوا مثلا الاربعه خمسه أيوة بتوع المنتخب؟ ايوه فهمت قصدي. هيرجعوا الاربعه خمسه بتوع المنتخب. هفضل على اصراري ان انا عايز الاعب الناشئين، ولا انا كنت لعبتهم عشان مضطر؟ هنا بقى الفكره هي لا، هو الجزء بتاع اذا كان ترانزيشن ديفنس او اوفنس، وكذلك الديفنس نفسه لما بيركز عليه، يعني المدرب ده مركز على الحاجتين دول زي ما اتفقنا عليه. صح، اتفقنا عليه. فالحاجتين دول بيحتاجوا جزء او جزء كبير من الناشئين في ال 12 اللي نعم. بيتحطوا في الماتش. صح، عشان يعملوا له الديفنس اللي هو او يأدوا فكره بالظبط، ينفذوا فكره في الملعب فكرة. فانت عايز وقود في الملعب. وكذلك هو ما بيزعقش ليه؟ لان متاكد ان الناس دي لسه بتبتدي برضك معاه ولسه خبراته بتاع، فهو طبعا مش هيعاتبهم او يعنفهم او الحاجات دي، لانه متاكد ان هو بيتعلم. صحيح، ودي طبعا برضك ذكاء. ذكاء طبعا، ذكاء في التعامل ده 60-70% من وده علم يا كابتن سلام. انا بقول لك هي مدارس وعلم في المستويات العليا ازاي بيدير الاداره والسيكولوجي. انا عرفت ليه يا كابتن كنت حضرتك يعني رئيس جهاز ناشئين ناجح يا كابتن. عرفت بقى دلوقتي. لا هي فعلا هي مدارس وهي علم وهي يعني فكر مدرب هو عايز يعمل ايه. بس انا عايز اقول برضه حاجه بالنسبه للمدرب، احنا مش عايزين نضغط عليه قوي يعني علشان صحيح. يعني هو اعتقد لما جه الزمالك برضه يعني لما جه مرن في يعني مش لا بص يا كابتن احنا زي يعني احنا احنا كاعلام بص يا كابتن احنا كاعلام بالعكس احنا داعمين مدرب جيد. مدرب بالزبط. كويس جدا بالزبط. مدرب اثبت نجاحه بالزبط. مدرب يعني عمل وسايبينه يشتغل يعني سايبينه يشتغل يعني احنا بنتكلم كاستوديو تحليلي بس بنحلل بس. حضرتك كلامك صح وملاحظتك صح، احنا مش عايزين نضغط عليه. هو النادي الاهلي بصراحه كابتن، في النادي الاهلي وانت طبعا استاذنا وعارف ما بيضغطش، يعني الضغط ده نهائي تلاقيه في النادي الاهلي مستحيل. انت ضغطك الوحيد هو الجماهير، ان انت عايز ترضي جماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي تستحق المزيد والمزيد. انما حته ان احنا نبقى يعني بتهيألي بالعكس، لا احنا مؤيدين انا اعتقد برضه الراجل ان شاء الله لما يرجع لعيبه المنتخب هيبدا يستعين بيهم، هياخد المراكز اللي هي القليله من الصغيرين، والصغيرين مش معنى ان الكبار هيرجعوا صغيرين، لا هيبقى متقول لهم تواجدهم ولهم كل يعني. اعتقد ان ده الراجل ده ماشي بهذا الفكر. صحيح يا كابتن. طب قول لي يا كابتن، انت لو مكان ناجح مصر، يعني لو مكان مصر البترول، يعني لو مكان فريق مصر البترول، ايه اهدافك من مباراه النهارده؟ يبقى عندك اهداف ايه؟ هو يعني كمدرب انا يعني انا احب اعمل مباراه جيده قدام النادي الاهلي. احب برضو انا كمدرب انفذ شغلي او اشوف شغلي يعني مجرد ان هو يعني لو اتعامل شغله على مع النادي الاهلي هيبقى مدرب ناجح، هيبقى عنده ثقه في نفسه المدرب بتاع مصر البترول. زائد ان في هتلاقي لعيبه قريبه في السن، لان تملي الفرق الدرجه اللي تحت الممتاز الف بتجيب لعيبه صغيره لنفس الفلسفه اللي احنا بنتكلم عليها. فعلا فهمت قصد حضرتك. ده يوسف يا كابتن، ده اللي هو اللاعب اللي كان معار لعبنا. ده سيف. 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 سيف انا اسف، انا الشاشه بعيد. سيف ده اللي كان معار في طنطا او كان في معار في الطيران. كان معار في الطيران وهو اصلا جايبينه من طنطا. ده يمكن اعتقد ده جه في وقت ده مروان سرحان يا كابتن. ده جه في وقت الكابتن طاهر لما كان رئيس قطاع ناشئين. ده مين يا كابتن؟ ده بيبو علاء زهران. لا ده الصغير. بيبو علاء زهران. ابراهيم علاء زهران. واللي وراه ملك ابو الفتوح. ملك ابو الفتوح. لعيب كويس برضه ليه مستقبل يعني. عبد الله ناصر فعلا مش موجود. لانه طبعا اللي بيعمل دريبلينج في نص الملعب ده بودي حسام. يعني بيتهيألي يعني بيتهيألي كل الفرقه في حد تاني يا كابتن مش شايفينه مثلا. انا شايف كريم بيسخن معاهم، كريم بتاع اللي هو الناشئ اللي هو كان هو خرج بره الكادر دلوقتي، لما يرجع تاني هوريه. ده مؤمن طارق خيري كان معانا امبارح. مؤمن طارق خيري ولد له مستقبل، ولد طبعا. مشروع واحد واثنين ناجح. صحيح. يعني بصراحة. صحيح. وفي وسيف كمان موجود، ويعني بتهيألي هو نفس التشكيل، ما فيش بتهيألي تغيير يا كابتن بتهيألي.
وخلاص بتهيألي لحظات وتنطلق. طب كابتن خلينا نقول يعني توقعات للماتش، انت شايف الماتش هيمشي زي ما هيمشي فرق كبير يا كابتن ولا هتبقى الدنيا ايه؟ لا طبعا هيمشي فرق كبير، ده حاجه واضحه يعني. هو تقريبا هيبقى الى حد كبير ان هو وان سايد جيم. طبعا عشان الخبره دلوقتي مش متوفره قوي، ممكن تبقى السكور مش بعيد او بينهم بين الفرقتين. صحيح. وزي ما قلنا ان مصر البترول يعني بالنسبه له ان هو يلعب الاهلي النهارده تلاقيه الناشئين عندهم مثلا واللعيبه اللي عندهم سعيدين جدا ان هو هيجي يتسوقوا. انا عايز اقول لحضرتك ان تواصلوا معايا النهارده مجموعه طبعا من اللاعبين اللي انا شرفت ان انا اعرفهم يعني، تواصلوا معايا لما عرفوا ان المباراه مذاعه قناه النادي الاهلي، تواصلوا معايا بصراحه ودي حاجه جيده منهم جدا جدا ان هم متابعين كمان حتى المباراه هتتذاع. هيبذلوا جهد عشان زي ما كابتن سرعاوي قال يظهروا حقهم. طبعا طبعا حقهم، ونتمنى لهم كل التوفيق. كابتن سرعاوي شايف ازاي المباراه النهارده يعني هتمشي برضو زي ما كابتن طاهر تتفق مع وان سايد جيم، ولا ممكن تشوف الديه بعد فتراتها خاصه في البدايه؟ لا انا متفق مع كابتن، بس هي انا 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 شايف ان يعني اول 10 دقائق هيبقى في نديه شويه، حماس من مصر بترول، حماس من الشباب اللي عندنا. لسه البدايه ما بتظهرش كل يعني. انا عايز برضو نقول لجمهورنا الحبيب ان البدايه مش مؤشر، لسه احنا لسه في اول المرحله. نعم. ومباراه متوسطه، فان شاء الله هي خطوه. لا بس انا شايف كريم في الملعب، كابتن كريم اللي هو ده كريم ولا يوسف اللي هو ثالث واحد من ناحيتنا. كريم ثالث واحد يوسف ده تحت 18 سنه، ده ناشئ كان جاي من اكاديميه مدينتي. فعلا حضرتك اللي اخترته. ده هو وليه اخ اصغر منه كانوا جايين من الاكاديميات يعني. من اكاديميه هناك، بس ولد اخلاق عاليه جدا. انا شفته في الملعب، لعيب كويس، مقدم قوي، لعيب كويس، ولسه ده 18 سنه اول سنه. ما انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن انت حتى في اختياراتك يا كابتن طاهر وانت كنت رئيس قطاع الناشئين كنت دايما بتبص على الاخلاق والسلوك. طبعا ده والخامه. لا ده انا عايز اقول لك والله يا كابتن طاهر كمان والله العظيم انا افتكر السلوك لو 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 مين وسلوكه مش تمام ما كانش هيبقى عايزه. هو اخلاقه لا تتفق مع اللعيب الكويس اكيد هتلاقي سلوكه كويس. نعم اللعيب الكويس. ممكن ابقى لعيب موهوب بس مش كويس يعني، موهوب بس كويس كويس، لعيب كويس مؤثر لازم تكون. هيعطل في السكه. هيعطل في السكه مش هيكمل. لأن السلوك السلوك اللي هدخله في الفرقه وهيخلي الناس تحبه مدرب او زملائه تبقى. وبعدين ده كمان موهبه انك انت تتعامل مع مدرب واثنين وثلاثه وعشره والمدرب ده شكله كذا او وضعه كذا والمدرب الثاني والثالث والرابع، فلازم تبقى سلوكك وعندك ذكاء اجتماعي. صحيح. دي مهمة أول حاجة. خليني أقول برضو حاجة يا كابتن، الجينات ساعات برضو يعني الناس بتقول لك أصل ده، لا جينات يعني مثلا إحنا دلوقتي في الملعب عندنا مالك ياسر أبو الفتوح ابن ياسر، عندنا بيبو علاء زهران، عندنا عمرو علاء زهران نادي النجم الكبير طبعا. كابتن علاء زهران نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر، وفي يعني دايما يعني ومؤمن طارق خيري. ومؤمن طارق خيري صحيح، زي انسى مؤمن طارق خيري الرابع. حضرتك مؤمن موضوع الجينات ده يا كابتن؟ طبعا طبعا ده شيء طبيعي، ودي يعني دي حاجة مثبتة يعني. أنا يعني بس أنا عايز إحنا بالنسبة للولاد دي يبقى في صبر عليهم شوية. صح. مش عايزين بالنسبة لهم نحرقهم بدري يعني. نحرق. لا ومش صح. عايزين أحكام من الجمهور عليهم بسرعة. لا بالعكس. ومش عايزين الولاد صغيرين. الولاد صغيرين وليهم بطولاتهم في 18 وليهم بطولاتهم في 20، واحنا محتاجين البطولات اللي في 18، ومحتاجين زائد ان الولد بيلعب بيساعد في الدرجه الاولى على قد ما بيطلب منه، فمش عايزين استعجال بالنسبه للولاد دي في الحكم عليهم، مش في لعبهم، في الحكم عليهم. يعني لو يعني اصبر ناخد الموسم كله ونشوف. نشوف رايك كده كابتن طاهر برضو الصبر في الحكم على الناشئين مع بالذات مع الدرجه يعني في الناشئين. هو ليه مرحلته في 18 و20 بس بالنسبه للدرجه الاولى لازم اصبر عليه شويه ما احكمش. خدت بالك كابتن مصر بترول متجمعين يعني، واخد بالك في روح في يعني هم فرقه كويسه. عايزين يلعبوا الولاد، عايزين يلعبوا، عايزين يسوقوا نفسيهم، عايزين يلعبوا ماتش حلو يعني، ودي حاجه كويسه تحترم يعني، وحقهم الشرعي ان هم يعملوا مباراه جيده ويعني يطلبوا ان هم يبقى شكلهم حلو في الملعب يعني. هو كمان مسألة الصبر وبتاع، احنا زي ما اتفقنا ان احنا دي الفرق دي بقت احتراف. الاحتراف ده هو البقاء للأصلح.
فهي المساله مساله ان لازم الناشئ يثبت وجوده عشان تبقى العمليه اقدر اصبر عليه برضك. يعني ما يعني انت هتجرب لو اسعفك في الماتشات الجامده هتعتمد عليه طبعا. طب كابتن حضرتك دلوقتي برؤيه يعني الفني شايف احنا لسه عندنا نقص في مراكز معينه ولا احنا دلوقتي مراكزنا ممتلئه؟ والله انا بعد مثلا اصابه احمد حمدي ومعاذ عندك مركز اربعه برضك ما زال برضك زي السنه لسه اللي فاتت محتاج بس دعم. مالك انا شايفه النهارده بينزل مالك ما هو ما احنا ما قلناش حاجه احنا بنتكلم على ان ده يعني بياخد فرصه لسه انما انا بتتكلم على الناس اللي هي المفروض تشيل على طول اللي هتشيل على طول دلوقتي وتكسب لك بطوله. يعني حضرتك لسه برضو شايف ان مركز اربعه محتاجين لسه احنا والبليميتر طبعا بس يمكن محترف لو ان احنا السنه اللي فاتت في نهايه الموسم لما جربنا اثنين خمسات سيف وعمر طارق كان تقيل شويه الملعب. نعم كان فكر بالمر كان فكر بس هو برضه كان مضطر مرغم اخيه كان ايوه ما كانش عنده اربعايه فالحل انه يجيب الخمسيه الخفيف يلعب اربعايه فما كنا تقلتنا شويه بس انا شايف يا كابتن انه يعني لو يعني معلش يعني لو عندي انا اربعايه خفيفه وسريعه انا شايف ان ده بيبقى عامل مهم جدا في مكسب الفريق. يعني ايه يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل مركز لو شفنا مواصفاته ايه الفنيه لو توفرت كما يجب بيكون عنصر مهم في المكسب. انا بقول لك ما عنديش مشكله فاست بريك دي مهمه جدا بيشوت من بره خفيف يقدر صحيح لو اتمسك بره يخش لو غاب ده بيبقى ضعف يعني طبعاً. يعني اوعى يعني مهما حصل انا اعتقد يا كابتن هيثم اوعى تفتكر ان انت هتعالج الضعف ده او هتتلاشاه لا هيبقى عندك مشكله في الملعب بحكم خبرتك انت برضه كلاعب دولي قديم كده انا قناعتي ببوزيشن واحد او مركز واحد ومركز اربعه هما الاثنين نفس الشغل يا سلام لما يكون باربعه ده مخه بليميكر يعرف يلعب مع خمسه ويعرف يلعب مع اثنين ويعرف يلعب مع ثلاثه وكده لما بيكون انت كنت كده يا كابتن لما بيكون انت كنت كده انت كنت بتعرف تلعب كويس قوي الناس كنت ما كانتش تعتبرك بيج جاي يعني او لعيب تحت لما الحلقه لما البوزيشن ده هو البوزيشن ده لما بيكون النمره اربعه ده دماغه كويسه وبيعرف يباصي وبيعرف يشوط بيفتح حاجات كتيره بالنسبه للفرقه بيبقى مفتاح من مفاتيح الاساسيه للمكسب والريباوند زي كابتن طاهر اليكس صح اليكس السنه اللي فاتت نموذج للاربعه اليكس نجح فيها جدا جدا السنه اللي فاتت كان نموذج عمرو الجندي لما توظف فيها مش زي بوزيشن طبعا لان في فرق لأن في تحويله هو كتر خير عمرو انه بيلعبوه بس تحويله يعني تحويله من ثلاثه لاربعه لكن اليكس شكله كلاعب محترف فعنده صحيح وكان عنده الامكانيات البدنيه اللي تسمح له كده وكان عنده شوطه اليكس بس جينا في اخر السنه للاسف ما كانش عندنا يعني حل غير ان احنا عندنا مشكله في البوينجر فاضطر الكوتش اشرف توفيق يستغنى عن المحترف يجيبه بوينجارد اما البوينجارد اتصاب يعني كان موسم غريب جدا السنه اللي فاتت الحقيقه. طب خلينا نقول يا كابتن برضو انه يعني اكيد الصفقات اللي جت مع النادي الاهلي اكيد مع المحترف يعني انا ما يهمنيش ان احنا نوصل دلوقتي للبيك يعني او البيك في الكيرف نفسه انا يهمني اوصل ل يعني حاله مرضيه وحتى في البطوله العربيه احنا عندنا بطوله عربيه في شهر 9 مش لازم اوصل لاقصى حالاتي الفنيه يعني طبعا لسه بدري انت عايز توصل في نهايات الدوري برافو عليك يعني لسه بدري قوي ولسه يعني دي تعتبر زي تنشيطيه صيفيه السنه اللي فاتت كانت وبعدين كمان انت بتلعب البيست اوف 5 في السيمي فاينل والثمانيه ده شغلانه من دور الثمانيه مميته من دور الثمانية بس بص يا كابتن بس انا هقول لحضرتك حاجه يا كابتن بامانه انا واحد من الناس معرفش انا عندي اعتراضي على حاجتين اولا عدد القايمه 14 لاعب ده عدد قليل جدا على الماراثون اللعيبه بتلعبه قولا غير طبعا انا مش اقل من لو انت عايز تعمل دوري ده يبقى القايمه 20 لاعب انا بضطر غصب عني كنادي اضطر افرط في ولادي والناس كويسين جدا واللعيبه كويسين جدا وللاسف بيروحوا في انديه ما يلاقوش اماكن وفي النهايه بيموت اللاعب ده طب ما انا اخلي القايمه 20 لاعب هو الفكر بقى ان هو تبقى في فرق كتيره يعني ايه يبقى توزع اللعيبه بتوع
ما هو كابتن عشان كتير على الانديه يفتح القايمه من 20 الاولى يعني مثلا انا بدل ما كنت 20 افتح له يعني اقول لحضرتك حاجه خليها 14 وليا ست اماكن تانيين لتحت 25 سنه او تحت 23 سنه ممكن ان انا ما اخلي يبقى في عندي مكان اقدر اطلع اولادي كان زمان تحت السن وفوق السن أيوة. كان نظام زمان معمول بيه من فتره يعني هو اللي قدر يعمله اعتقد السنه دي التغييره اللي حصلت ان في اربعه بقوا اعاره مش اثنين ايوه ما كابتن برضو اعاره دي ما هو بيروح ياخد مكان لعيب في مكان تاني لا انا قصدي اقول ايه ان انا ابقى عندي عشان وخلي بالك يا كابتن احنا لو ما لقيناش حلول بره الصندوق اليد ليه دايما سباق بتلاقي حلول غريبه بتحصل كده يعني مين اللي عمل دوري مرتبط ده اليد اول ما كل الخوف من ان الانديه الكبيره اللي عندها امكانيات ماديه تاخد اللعيبه الكويسه كلها فلما يبقى 20 هتلاقي الانديه اللي ما عندهاش امكانيات ماديه مش هتقدر تجيب لان برضو في الدوري زي ما قلت لك يا كابتن في الدوري مش لازم تجيب 20 لعيب يعني انت ممكن في نادي عايز يجيب 12 يجيب عايز يجيب 13 14 15 يعني بس يبقى عندك اب تو 20 لعيب يعني مسموح مسموح لغايه 20 لعيب في الدوري برضو الدوري في الدوريات في فرق مش قادر تجيب اجانب صحيح برضه دي ماديه مش هقدر يعني الزمهم طب يا كابتن برضه بس اللائحه الجديده قال لك لو مفيش اجنبي ممكن انا برضه يعني مش معترض بس مش موافق على البيست البلاي اوف دلوقتي يعني انا البلاي اوف ده لو انا عندي زي امريكا 30 40 فريق بينافسوا او 20 فريق بينافسوا انما دلوقتي انا لازم الدوري بتاعي يشبه الويندوز بتاعت افريقيا انا دلوقتي بعمل دلوقتي في افريقيا حتى تصفيات افريقيا ماتش 2 3 ورا بعض زي دورات المجمعة بتاع زمان فاكر كانت كنا بنلعبها ماتش الويندوز بتاع تصفيات كاس العالم اللي جايه تلعب ماتش 3 ماتشات ورا بعض 3 ايام في بلد انما البلاي اوف ما يناسبش مصر ليه لان انت دلوقتي فرقه بتطلع من دور الثمانيه هتعمل ايه هتقعد في البيت تتفرج على بقيه الفرقه بقى طب ما انا كده خسرت فرقه بتلعبش انما الدورات المجمعه لازم انا دلوقتي ارجع تاني دورات المجمعه زي زمان زي زمان ناجحه وكانت بتلم جمهور عارف يا كابتن احنا لغيناها ليه لغيناها لانه بقت بطولات افريقيا مش زي زمان كان قال لك نعمل رايح جاي وبتاع فقال لك خلاص نعمل رايح جاي افريقيا لازم انا المسابقه عندي لازم تبقى زي بطولات افريقيا عشان ادي للعيبه الفكر ده ده تصلح للان بي اي ان بي اي بيست اوف 7 بالظبط يعني حاجه ثانيه اعتقد كان هيتعمل بيست اوف 7 امكانيات بس صعب يا كابتن مش بس طب خلينا دي لحظات يا كابتن طب توقعاتك يا كابتن سريعا فوز النادي الاهلي ان شاء الله كابتن طاهر فوز النادي الاهلي طيب تمام اعزائي المشاهدين خلينا نروح لارض الملعب لنقل احداث مباراه كره السله الاهلي ومصر بطوله القاهره لكره السله من صاله الامير عبد الله الفيصل والى معلقنا الكابتن احمد مناع شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع اذا انتهت احداث الفتره الثانيه بفوز او بتقدم النادي الاهلي 31-24 في مباراه كره السله النادي الاهلي مصر البترول في بطوله القاهره والمباراه بتقام زي ما حضراتكم عارفين على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره كابتن سلعاوي يمكن برحب بحضرتك بالمره الثانيه كابتن طاهر رجب اهلا بحضرتك للمره اهلا بيك كابتن هاشم كابتن سلعاوي في دقيقه كده تعقيب حضرتك على احداث الفتره الاولى والثانيه ايه عباره عن اعتقد يعني عباره عن تقسيمه او تدريب بالنسبه لفريق النادي الاهلي مع ان فريق مصر بترول فريق جيد كان عمل يعني عمل الشوط الاولاني والثاني باداء جيد جدا استطاع الشوط الاولاني ان يخلص 19-11 والشوط الثاني 31-24 يعني احنا في المجمل ان احنا الشوط الاولاني كسبين 8 نقاط والشوط الثاني كسبين 7 نقاط لا لا خسرين بونت خسرين بونت يعني الشوط الثاني يعني عباره عن تقسيمه هي عباره المباراه عباره عن تقسيمه قدرنا نجرب معظم الاولاد الصغيرين في منهم اجاد وكان جيد جدا وفي منهم كويس مؤمن طارق خيري كويس الولد مالك ابو فتوح كويس بودي حسام بطال جمال بدا يرجع فورمته فبدات تظهر يعني بعض جاي. الملامح الجيده جاي كابتن طاهر في دقيقه كده تعقيب حضرتك على احداث الفتره الاولى والثانيه طبعا المباراه السكور قريب بس انا اعتقد يعني مثلا نادي مصر البترول بيلعب فرقه 20 تقريبا صحيح فرقه 20 سنه النادي الاهلي صحيح مطعم ببعض اللاعبين من الدرجه الاولى انا شايف ان مصر بترول برضك عنده ناشئين يعني العمر السني ما عندهمش كبير قوي يعني متقارب مع فبيجروا مع ولادنا احنا بيجروا ومع ذلك برضك ولادنا يعني لحد ما بيقدموا مباراه كويسه الحمد لله وخلينا نشوف الفتره الثالثه والرابعه وده كان فرصه طيبه ان احنا نشوف
فريقنا وصل فين. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا تغطيتنا المستمره مباراه كره السله الاهلي ومصر للتامين مصر للبترول، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبفكركم انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه. النادي الاهلي ومصر للبترول، تقدم النادي الاهلي 31-24. ان شاء الله بعد لحظات هتنطلق الفتره الثالثه والرابعه. ارجع لضيوفي كابتن سلاوي، كيف ترى الفتره الثالثه والرابع؟ لا انا ارى طبعا زي ما قلت لحضرتك في البدايه انها تقسيمه عباره عن فريق 20 سنه او فريق الناشئين مطعم ببعض الاشخاص بالدرجه الاولى، هيتسيدها النادي الاهلي طبعا. مباراه متوسطه المستوى ومش هينتهي بس الفارق السكور بالشكل ده، لا هيوسع الفارق وهتبقى مباراه. لكن مصر البترول بتأدي وبتأدي يعني اداء جيد جدا جدا، مدربها كابتن طارق مدرب كويس، اولاد صغيرين بيجروا، لذلك بتلاحظ ان هم يعني بيجاروا الاولاد بتوعنا وكده. لكن انا بشوف ان هي دي المباراه دي عباره عن بالنسبه لنا احنا تقسيمه يعني تقسيمه. طب كابتن طاهر، راي حضرتك في او توقع حضرتك للفتره الثالثه والرابعه؟ انا اتوقع ان السكور برضك هيزيد، بس مش هيتسع قوي، انما هيبقى زيد. يعني هو هيعمل حسابه ان هو ياخد الماتش وفي نفس الوقت برضك يدي وقت ويسمح بوقت للناشئين بتوعنا عشان يشوفهم اكتر. ويشوف مين اللي ممكن يقدر يعتمد عليه الفتره القادمه. بالظبط بالظبط. بس خليني اقول لحضرتك يا كابتن انه كل التحيه لمصر البترول الحقيقه، يعني عاملين ماتش كويس، مش هيبه الموقف، مش هيبه الموقف بامانه. يعني الحب الحي للفريق، وده احنا كبرنامج الابطال او استوديو الابطال لازم، يعني احنا طبعا قناه النادي الاهلي وكلنا قلبنا وقلبنا النادي الاهلي، ولازم، ولكن دي عاداتنا ودي تقاليدنا ودي يعني احنا نحيي الفريق اللي بيأدي اداء كويس. طبعا هو فرقه بتأدي او السكور واضح ان هم عاملين ماتش كويس لغايه دلوقتي، وزي ما قلت لحضرتك ان هو الاعمار السنيه برضك متقاربه، فعشان كده بيجروا معانا كويس. صحيح يا كابتن. وخليني برضو نقول انه احنا طبعا النادي الاهلي بيغيب عن صفوفه عدد كبير من اللاعبين. طبعا اربعه لعيبه المنتخب، خمسه محترف لاعب محترف، وعبد الله نصر سته، عبد الله نصر سته من الفرق دلوقتي، يعني نص فرقه تقريبا، نص الفرقه تقريبا. ويمكن واعتقد ان نادي الجرحي مصاب، وفي احمد حمدي مصاب، يعني سبعه تقريبا، ممكن او ثمانيه بيغيبوا عن الفرقه. يعني في يعتبر القوام الاساسي للفريق غايب يعني. ودي لقطات حيه من ارض الملعب يا كابتن. بقى خلاص الفرقتين قلبوا الهاف كورت، يعني بقى نص الملعب ده ونص الملعب ده. الفترتين اللي جايين مصر البطوله هيلعب على الناحيه اليمين، والنادي الاهلي هيلعب على الناحيه الشمال. وبرده خلينا اقول انه يعني المباراه بس هي يمكن فيها شويه سرعه يا كابتن طاهر، يمكن عشان وجود شباب في الملعب كتير، ففي سرعه تميل سنه للتصرف. صحيح. بلا يعني شك، ما احنا زي ما اتفقنا ان الولاد برضك او الكابتن سلعوي يعني قال ان هي لازم يعرفوا الفرق بين التسرع وفرق بين السرعة. صحيح. وخليني برضو اقول لحضرتك انه يعني يمكن في ميزه كويسه انا شفتها، يمكن نسبه تصويباتنا يعني متحسنه شويه. يعني التصويب بتاعت 3 بونت، يعني مش الاحسن حاجه. جاب واحده جاب واحده، والمؤمن اثنين وجمال اثنين. يعني قصدي اقول ان بيبقى في بوادر كده بتبان اذا كان في شغل على الشوطه ولا لا، فباين ان ايه، ان الشوطه احسن شويه السنه دي. احسن بكتير طبعا، والجري اسرع، كل واحد بيجري في الخطوط بتاعته، كل واحد عارف بيجري فين وعارف بالخطوط بتاعته، والناس بتوصل بسرعه. لا في حاجات مؤشرات، بس طبعا تو ايرلي ان احنا نحكم على الفريق، وده طبعا اكيد طبعا، بس في حاجات بتبقى مؤشر، بتديك مؤشر، بتديك يعني زي جرس، لا الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه. احنا هنعرف كل حاجه، ممكن بقى الماتش اللي بعد بكره ممكن يبقى مؤشر كويس قوي. خلاص يا كابتن، احنا هننتقل لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد ملاع عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه كره السله الاهلي ومصر بترول، فالى هناك. شكرا معلقنا الكابتن احمد ملاع. اذا انتهت احداث المباراه كره السله النادي الاهلي ومصر البترول بنتيجه 67-45. مباراه يمكن النادي الاهلي فرق في الشوط الثالث والرابع فيها بشكل ملحوظ. خلينا نروح لارض الملعب وزميلتنا
هنا ابو القاسم والكابتن شريف شعبان. انا اسف، مراسلنا شريف شعبان وكابتن احمد الجرحي فاعل هناك. اتفضل يا شريف. تعالي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك ولكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي 67-45 مع طبعا مدرب النادي الاهلي كابتن احمد الجرحي. بقول لك اهلا بيك وموسم خير باذن الله، بدايه ولا اروع ولا اجمل. الاول طبعا مبروك الفوز اليوم، بنستعد للبطوله العربيه، بنستعد لبطوله الدوري، للكاس، لمرتبط موسم شاق، موسم طويل باذن الله. باذن الله عنا على كل البطولات. نبدا بمباراه النهارده، مباراه مصر البترول. فوز في ناشئين النهارده شفناهم كتير في الملعب، طمن جماهير النادي الاهلي ان ناشئين النادي الاهلي بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بحضرتك وكابتن هيثم وضيوفه وكابتن سلعاوي وكابتن طاهر رجب. يعني هنقول النهارده الفريق هو فرقه ناشئين مطعمه بلعيبه الدرجه الاولى. يعني النهارده وده من بدايه القرعه بتاعه منطقه القاهره، كانت عرض يعني ان البطوله دي تتلعب، البطوله دي تخص السنه اللي فاتت مش السنه دي، فقالوا نلغيها ونبدا في البطوله الجديده ولا نلعبها. احنا طبعا قلنا لا نلعبها، كنا احنا بقى لنا 3 أسابيع بس بنتمرن كفاضل. كنا عايزين ندي الفرص للولاد الصغيرين، الكوتش كان عايز يشوف اللعيبه. يمكن عندنا مشكله لسه في الصوت، يمكن بالناس الفنيين طبعا بيشتغلوا عليها. كابتن سلعاوي، يمكن المباراه زي ما حضرتك توقعت الثالث والرابع الدنيا هتفتح. الدنيا هتفتح بس برضو احنا برضو بنقول مبروك للنادي الاهلي، بدايه كويسه، فرقه زي ما بنقول فرقه ناشئين مطعمه ببعض اللعيبه بالدرجه الاولى. يعني بنقول لهم مبروك وان شاء الله تكون بدايه خير وكده. وما ننكرش برضو ان مصر البترول ادت فيما حدود امكانيات المتاحه ليها، يعني ادوا بشرف والجيم كان يعني فوق المتوسط شويه، لكن احنا بننتظر، طماعين شويه مع فرقتنا، بننتظر اكتر من كده اكيد ان شاء الله. كابتن طاهر، يمكن ده اللي توقعته حضرتك، قلت ان السكور هيفتح بس مش قوي، مش للدرجه يعني 22 بونت برضو يعني سكور، ولكن زي ما حضرتك توقعت. هو الماتش ده خلاصته او فايدته او البهريز بتاعته في ان اللعيبه الناشئين يبتدوا يضيعوا الرهبه بتاعت الماتشات، وان هم يطأوا الملعب او ينزلوا الملعب دلوقتي في اول مره كده. فطبعا لما يبقى الماتش بهذا الشكل، وممكن يعني مثلا زي عمرو علاء زهران لما لسه هسال حضرتك، انت شايف مين بعينك بقى، بعين الفني وكابتن سلعاوي طبعا ربنا الكبير، بعينك الفنيه كده مين اللي لفت نظرك من الناشئين اللي طالعين؟ انا طبعا كان النهارده كويس قوي عمرو علاء زهران، وملك ابو الفتوح برضك كان هايل، وبيبو اللي هو ابراهيم علاء زهران، ومؤمن طارق خيري كمان كان كويس، كان كويس قوي. وحتى يوسف حامد كان طالع كويس. بس خلينا نطلع لفاصل يا كابتن استاذ حضرتك، اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه كره السله النهارده اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 67-45 على نادي مصر البترول، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا. كابتن طاهر، يمكن معلش انا كنت قطعت حضرتك عشان الفاصل، من هم الناشئين اللي لعبوا النهارده اللي لفتوا نظر حضرتك، كل شايف ان هم ليهم يعني طبعا كبدايه لسه احنا يعني ما عملناش حاجه، بس كبدايه شايفها بدايه مبشره. مبشره طبعا. يعني عمرو زهران زي ما قلت ان هو كان في الاوفنس وعمل ستيل، ف يعني يحط له 17 بونت في اول ماتش كده يعني يبقى حاجه كويسه، كويس بدايه كويسه. مالك ابو الفتوح برضك الى حد ما جاب ريباوند وكان يعني حط دنك كويس قوي، حط دنك في الاول كده. و هو جايب له بتاع 8 10 بونت برضك، ده غير الريباوند. مؤمن طارق خيري برضك كان كويس، هايل. ابراهيم بيعجبني جدا، ابراهيم زهران. ابراهيم زهران وابراهيم، وبعدين يوسف حامد ده رغم ان اول سنه 18 سنه طبعا، لان كان بقول لك سنتين ثلاثه كان بيتعلم. النهارده كان من في من عنده 2 3 تيرن اوفر، بس ولد هايل. لا حريص على الكوره نمره 1، نمره 2
جاب شويه ريباوند برضك على اساس ان دي مهمه من مهمات مركزه. كاربعه وبتاع. لا كان هايل بصراحه. طب كابتن سلاوي راي حضرتك ايه بقى؟ يعني هل تتفق مع كابتن طاهر؟ اتفق معاهم في كل الاولاد اللي هم الناشئين، اولاد كويسه، خامات مبشره بالخير. ان شاء الله هيجي الوقت اللي ياخدوا فرص كامله فيها، ومش عايزين نستعجل عليهم، او برضو زي ما قلنا في الحكم ولا الجمهور يستعجل عليهم في الحكم. برضو ما ننساش ان الجمال بدا يرجع لمستواه طبيعي، وان الولد ده رجوعه مكسب كبير جدا. مش مكسب النادي الاهلي لو رجع الجمال لمستواه، مش مكسب النادي الاهلي، ده مكسب منتخب مصر. يعني هو فعلا الولد بدا يرجع وكان مركز جدا في الصيف، وربنا وفقه يعني. بدايه كويسه لابراهيم الجمال. نتمنى له بودي برضه خير. الولد البلاي ميكر بودي حسام، صحيح زي نسيناه، ده بودي حسام كان هايل. انا لسه الولد بودي حسام برضه ظهر بمظهر كصانع لعب يعني مش بطال. عجبك في بودي ايه يا كابتن؟ عجبني ان هو منظم شويه، يعني قادر يوقف الملعب، ينفذ، يطلع فصل، يعني في مقاومات التي اول دانك اللي حطه مالك هو باصه منه طلع ويعني ودي كور مجمعه شويه. لكن الاولاد كويسين وبيجروا وحاطين ايديهم في كل كوره وموقفين الديفنس صح يعني انت حضرتك انت طب انت يا كابتن بامانه بشكل راضي كده يا كابتن طاهر، حضرتك راضي النهارده عن البدايه بالشكل بالنقص العددي بالتجربه دي؟ التجربه دي راضي عنها؟ انا ما اقدرش احكم. ما اقدرش احكم التجربه الناحيه الثانيه، لان لسه بدري، لسه بدري. طب مروان سرحان رايك ايه يا كابتن؟ مروان سرحان اعتقد ان هو يعني كان جاي من اصابه ممكن، بس بدايه كويسه يعني بيجري ما شاء الله فيزيكال. هو فيزيكالي اصلا من ايام ما كان في سموحه وبتاع، بس طبعا ممكن تكون الفتره اللي قعدها في سموحه، انما هو لحد ما تاريخه برضك يقول ان هو ممكن يرجع. ما طبعا يعني مش المساله مش ان احنا هنجربه يعني. صحيح. طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطيتنا وكلامنا عن مباراه كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لارض الملعب وهنا ابو القاسم ولقاء مع مروان سرحان. اتفضلي يا هنا. مرحب بك كابتن هيثم من جديد وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات والاول مره على شاشه قناه النادي الاهلي بعد انضمامه للنادي الاهلي اللاعب مروان سرحان. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزك بقى تكلمني عن شعورك في بعد المشاركه في اول مباراه بارتداء قميص النادي الاهلي. اولا برحب بالناس كلها، وطبعا شعور جميل جدا. انا كنت مستني السيزون يبدا وابدا كومبيت مع الشباب مع الفرقه لاول مره، وطبعا حاسس بسعاده يعني وفخر يعني ان انا موجود في النادي الاهلي. طبعا حاجه برضو انا كنت مستنيها بقالي فتره طويله يعني، فالحمد لله ان تميت ان انا موجود مع الفرقه. يمكن الفترة الجاية هيكون في بطولات كتير، يعني بدأت بطولة منطقة القاهرة، آخر هذا الشهر هتبدأ بطولة الأندية، هتستعد ازاي للفترة الجاية؟ هو طبعا احنا بدأنا الإعداد بتاع الفرقة بقى لنا حوالي 3 أسابيع، ودي تعتبر الماتشات بتاعت منطقة القاهرة دي جزء من الإعداد بتاع الفرقة للبطولة اللي بعديها اللي هي البطولة العربية. فدي بالنسبة لنا حاجة كويسة يعني ان احنا نكون ان ماتشات المنطقة دي موجودة عشان ما نخشش على بطولة عربية لسه برضو في عناصر ناقصة اللي هي بتاعت المنتخب والمحترف لسه ما انضموش معانا في التدريبات. فدي فرصة كويسة ان الفرقة تتأقلم كلها على بعض وعلى طريقة اللعب وعلى الخطة الجديدة بتاعت مستر أوجستي. فماتشات طبعا كويسة جدا وهتفيد الفرقة جدا قبل بطولة عربية، احتكاك كويس يعني. يعني طبعا زي ما قلت في بطولات كتيره في الفتره الجايه، عايز اعرف ايه طموحاتك مع النادي الاهلي؟ لا طبعا طموحاتي كبيره قوي، طبعا نفسي اكسب كل البطولات مع النادي الاهلي، سواء بدايه بطوله المنطقه حتى لو بطوله يعني تمهيديه، فطبعا ما فيش حد عايز يخسر طبعا، بعدها بطوله عربيه المرتبط الكاس الدوري، فكلها طبعا بطولات مهمه، وانا شايف ان احنا مستعدين وان احنا نقدر نحقق اي بطوله نخش فيها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق البطولات ونسعد الناس والجماهير يعني. في النهايه يا كابتن عايزين من حضرتك كلمه او رساله لكل جماهير النادي الاهلي.
طبعا بحب اشكر كل الناس اللي رحبت بيا واللي كانت بتدعمني اول ما الخبر بتاع انتقالي وصل، وان شاء الله بوعد الناس كلها ان احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعدهم، وبس بطلب منهم انهم يقفوا جنبنا ويدعمونا زي ما العادي بتاعهم يعني، وان شاء الله يسكوا فينا واحنا هنكون على قد المسؤوليه ان شاء الله يعني. بشكر حضرتك جدا يا كابتن، مبروك الفوز النهارده. شكرا شكرا حضرتك. كابتن هيثم، ده كان لقائي مع احدث المنضمين لفريق النادي الاهلي، طبعا اللاعب الكبير مروان سرحان. العوده لحضرتك مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، ورسالتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، واحنا كمان يا مروان فرحانين بيك، وانضمامك للنادي الاهلي يعني حاجه اكيد تسعدنا، واللي بيشتري النادي الاهلي احنا بنشتريه يا مروان، واحنا عارفين قد ايه انت ضحيت عشان تنضم للنادي الاهلي، واكيد هتكون ضيفنا في حلقه من الحلقات وهنقول تفاصيل انضمامك وقد ايه انت ضحيت، وصدقني يا ابني اللي بيشتري النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيشتريه، وكفايه حب جماهير النادي الاهلي ليك ان شاء الله بعد انضمامك، يكفي فرحتك وانت بتصور معانا دلوقتي وبتسجل مع هنا ان انت فرحان بانضمامك للنادي الاهلي، كل ده على راسنا من فوق، وان شاء الله يعني يكلل ده بالبطولات معاك. بشكر ضيوفي كابتن سرعاوي، بشكرك نورتين وشرفتين النهارده كابتن. الله يخليك كابتن هيثم، احنا في قناتنا يعني طبعا بيتك يا كابتن. الله يخليك، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. ان شاء الله كابتن طاهر رجب، بشكرك شكرا جزيلا نورتين وشرفتين. احنا متشكرين ومتشكرين قناه النادي الاهلي ان هي بتتابع مش كره السله بس، انما كل العاب الصلاه، وبنشكرك شخصيا كمان على الله يخليك يا كابتن، بدورنا وده واجبنا، وحضراتكم نجوم احترافيه عاليه. ربنا يخليك يا كابتن، وحضرتك نجم من نجوم النادي الاهلي، وبشكرك على تواجدك النهارده كابتن. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان النهارده تغطيتنا للمباراه الاولى في بطوله القاهره، ان شاء الله انتظروا منا تغطيات مستمره ومباريات قادمه ايضا مع قناه النادي الاهلي سيتم الاعلان عليها في حينها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والى لقاء اخر مع استوديو الابطال وبرنامج الابطال.